بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. إن الله سبحانه وتعالى يخاطب عقلنا ويريد لهذا العقل أن يفتح كل آفاقه على الموازنة بين موقعين، بين موقع الدنيا وبين موقع الآخرة. لماذا يميز الناس بين العاقل والجاهل؟ يقال فلان عاقل، ارجعوا إلى عقلاء القوم، باعتبار أن العقل الذي يملكه هذا الإنسان أو يملكه هؤلاء الناس يعطيك الرأي الأصوب الذي ينقذك من الهلاك أو يجنبك من المتاعب أو يدفعك إلى المواقع الطيبة. لهذا يريد الله من الإنسان دائما أن يستحضر عقله وأن يحكم عقله، لأن الإنسان الذي يستسلم لشهواته ولغرائزه ولنداءات حسه ربما يقع في المهلكة وهو لا يعلم. فالله يريد أن يقول ادرسوا كل ما عندكم في الدنيا، كل ما عندكم مما تأكلون ومما تشربون ومما تلبسون ومما تسكنون ومما تتزينون به، ادرسوه. هل يحمل عنصر الخلود؟ وهل يحمل عنصر القوة الحقيقية؟ تأكل، تستلذ بالأكل، ثم يتفاعل مع جسمك، ثم يغذي لك بعض جسمك وتنطلق الفضلات بعيدا عن جسمك. تشرب كذلك، تلبس، تظهر بشكل جيد في اللباس الجديد ثم يبلى، تستلذ وتشتهي. أعلى الشهوات التي تهز جسدك قيمتها لحظة ثم تذهب، يذهب إحساسك بالشهوة وتتحول إلى ذكرى. تسكن في البيت ثم بعد ذلك تنتقل منه إلى قبرك. تتزين، تزين شعرك ووجهك وجسدك وتعطره، ثم تذهب الزينة، العرق يذهبها، التعب، الغبار، ولا يبقى شيء. ماذا يبقى؟ الإنسان يكون بعملية جرد للحسابات العقلية، حسابات بالعقل البارد مثل ما يسموه، يعني حسابات دقيقة، مثل 1+1=2، كيف هاي بيها هيك، يعني هاي حسابات اللي نمارسها
ما فيها لا بهارات ولا فيها شيء ولا انفعالات ولا أحاسيس، هكذا. ادرس علاقتك بما تأكل وما هو حجمها، علاقتك بما تشرب وما هو حجمها، علاقتك بما تلبس، علاقتك بما تستمتع وما تستلذ، علاقتك بما تتزين، كم هو حجم هذه العلاقة؟ لا يمثل شيء في الدنيا، يمثل لحظة ثم تذهب أنت بكل جسدك وتذهب كل هذه الأشياء بعد ذلك. ثم ادخل في مقارنة أخرى، ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك تنطلق إلى الله سبحانه وتعالى، تنطلق إلى الجنة وإلى نعيم الجنة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الخلود فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكر بين اللذة الفانية واللذة الباقية، فكر بين اللذة العميقة واللذة السطحية، فكر بين اللذة التي تملك حجما معينا وبين اللذة التي لا يحيط بها حق فيها ما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الله يقول أنا أترككم مع المقارنة، بس حضروا لي عقلكم، لا تحضروا غرائزكم وحواسكم، فإن الحواس تأخذكم وتشغلكم باللذات عن الحقائق. فما أوتيتم من شيء، كل ما أوتيتموه فمتاع الحياة الدنيا. المتاع هو الشيء الذي تحتاجه فترة من الزمن ثم يذهب بذهاب حاجته. ما في واحد يقول لما يسافر بالطريقة الشعبية بده ياخذ معه متاع للحاج ولكذا، الشيء اللي بيحتاجه بالطريق وينتهي عند حاجته. الدنيا هيك طريق. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى. خير لأن لذة الآخرة أعمق من لذة الدنيا وأوسع وأخلد. خير وأبقى. أفلا تعقلون؟ يعني حكموا عقلكم، فماذا تختارون؟ ويترك للإنسان أن يجيب عن هذا السؤال بعمله لا بكلامه. ثم الله يعطينا هم صورة ثانية للتفاضل. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يعني فرق، حاولوا أن تدخلوا بالفرق بين نموذجين من الناس. هناك نموذج من الناس قرأ كتاب الله وقرأ وعد الله له برضوانه وبجنته إذا عمل صالح، وعمل صالح ووصل إلى يوم القيامة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يعني الله أعطاه الوعد ووفى له بوعده. أفمن
وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه أمامه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، يعني ليس له من الدنيا إلا ما حصل عليه من مال وشهوات، ولم ينتهز الفرصة في الدنيا ليعمل لينال جزاء الله وثوابه من خير عمله. ثم يوم القيامة من المحضرين يقف وقفوهم أنهم مسؤولون، ويسأل عن كل أعماله ماذا عملت وإذا ليس بيده شيء كلية. مين أحسن؟ ادخلوا بالمقارنة. أفمن الله يطرح أسئلة استفهام، طبعا الله ما يحتاج، مش بيطرح أسئلة استفهام لأنه هو ما بيعرف المسألة، ما بده يستفهم من عندنا. هذه استفهام يسموه استفهام إنكاري، يعني يا جماعة فكروا، ما عندكم عقل؟ كيف توازنون تقدمون متاع الحياة الدنيا وزينتها عما عند الله؟ كيف يمكن أنه تفضلوا الإنسان الذي أعطاه الله متاع الحياة الدنيا ولم يعمل بها مثل الذي وعده الله وعدا حسنا وهو لاقي؟ كيف هيك؟ هذا الشيء الذي بحث، يعني الله يريد أن ينكر علينا كيف نساوي بين هذا وبين ذاك. دائما أسئلة، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هذه كلها علامات استفهام يسموه إنكاري، ولا سيما الناس الذين جعلوا لله شركاء. ومسألة الشركاء نتصورها على شكلين، في شركاء رسميين وفي شركاء على الطريقة الشعبية. شركاء على الطريقة الرسمية هؤلاء الذين يتخذهم الناس آلهة بصفة رسمية، مثل الذين يجعلون لله شريك. سابقا كان في إله النور وفي إله الظلمة وفي إله الحب وإله الجمال وما إلى ذلك، فالآلهة يعني بعدد ما هو موجود من الظواهر الكونية والظواهر الطبيعية. هاي في الأساطير الإغريق كانت موجودة. وفي آلهة أصنام، يعني هؤلاء الذين يجعلون من الأوثان آلهة، معروف أنه هذه آلهة هؤلاء، ولذا أجعل آلهة إلها واحدا. كيف يقول واحد صار إن هذا لشيء عجاب؟ هذا آلهة بشكل رسميين. شركاء يعتبرهم الناس شركاء لله بطريقة رسمية، وذلك أنهم يصلون لهم كما يصلون لله، يخضعون لهم كما يخضعون لله، يطلبون منهم أن يقضوا لهم حوائجهم كما يطلبون من الله أن يقضي لهم حوائجهم. هؤلاء الشركاء بصفة رسمية، نفس الطريقة اللي يستعملوها مع الله يستعملوها معه. في شركاء لله غير رسميين على الطريقة الشعبية، وهو أن يتخذ الإنسان لنفسه رمزاً يطيعه من دون الله. هذا الشرك اللي موجود عندنا. واحد مثلاً الآن ينتمي إلى حزب كافر، ينتمي إلى، هو يشهد أن لا إله إلا الله صاحبنا وأن محمد رسول الله، لكن في أحزاب، الأحزاب كافرة، يعني في عقائدها تنكر وجود الله، أو أحزاب في عقائدها تنكر رسالة رسول الله وتقول النبي مصلح فقط، هم كفر هؤلاء، بس كفر بالرسول. أو تنكر اليوم الآخر، تقول خرافات، موضوع أن واحد يموت وبعدين يحيى، هذا خرافة أيضا، من يكفر باليوم الآخر كافر. أو أنها أحزاب ضالة
انتمى إليها والتزم تنظيمياً بهذه الأحزاب الضالة التي يشرف عليها أناس ضالون لا ينطلقون من الله في أوامرهم ونواهيهم، بل ينطلقون من أهوائهم ومن الجهات التي تختفي وراءهم. انتمى الإنسان لهذا الحزب على أساس اللعبة السياسية، هنا الحزب شريك لله، لأن الله يقول لك افعل والحزب يقول لك لا تفعل. الله يقول لك لا تقتل والتنظيم السياسي يقول لك اقتل. الله يقول لك لا تعذب هذا والتنظيم يقول لك عذب، فتقول ماذا أصنع؟ التنظيم، تنظيمياً أنا مجبر. من قال لك بشرعية هذا التنظيم؟ الله هو ولي الذين آمنوا. هنالك الولاية لله الحق. الله هو ولي الكون كله. الله وليك. الله حدثنا فصل بين الناس. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. فإذا كان الطاغوت وليك فأنت ملحق بالكافرين، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هيك كثير من الناس إيش والله حزب أنت عم تطيع. الله يقول لك افعل وذاك يقول لك لا تفعل أو بالعكس. بعض الناس قال لك شو بدي أعمل، والله التنظيم مسؤولي قال كذا، لكن الله سبحانه وتعالى قال لك كذا، النبي قال لك كذا، إمامك قال لك كذا، كيف؟ خلص والله شو بعمل تنظيم هيك؟ تنظيم ما يصير يكون صنم من دون الله. أو بعض الناس يتخذ عشيرته شريكاً لله، تقاليد العشيرة هذه عادات عشاء أبانا وأجدادنا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ما في بعض الناس قال لك صحيح الشريعة هيك الدين هيك، لكن هذه عشيرة عشيرتنا هيك، واحنا على عادات عشائرنا وابائنا. مصر، انا ذاك اليوم اجاني شيخ من عشيره بعد طالب، انا شو القصه؟ والله في واحد راحت مع شخص وكتبوا كتابهم في اساس شرعي هذا، بس هذه ابن عمها بده اياها والعشيره كلها بدها تقتل هذا، على أي أساس؟ هذا زواج شرعي، ما في هناك أي أساس في الموضوع. ولا لكن قال شو نسوي كل حجاج والجهات العشيرة كلها؟ في هذا شو معناتها؟ عندما يقول الله لك شيء وتقول لك العشيرة شيء آخر، وترضخ لأوامر العشيرة وتترك أوامر الله، فقد جعلت العشيرة شريكاً لله، تعبدها من دون الله، يعني تخضع منها من دون الله. أيضاً نجي إحنا، بعض الناس قد تكون امرأته شريكاً لله، أو بعض النساء زوجها شريك لله. الله يقول لها مثلاً تحجبي والزوج يقول لا تتحجبي، فتطيع زوجها وتتركه مثلا. أو أنه شخص مثلا الله يقول له لا تفعل كذا، زوجته تقول له افعل كذا فيطيعها من دون الله. هم صار الزوج شريك. شو الشراكة؟ شراكة بالطاعة، يعني الشراكة صارت بالطاعة، يعني أنت تطيع الله وتطيع فلان، تطيع الله وتطيع فلان، هذا معناها. شو الشراكة يعني؟ شراكة يعني يحتاج أن يكون
يدخل بعلاقة مالية مع الله؟ لا. شراكة أن تدخل شخصا في حياة في الطاعة مع الله في الطاعة، فتطيع الله وتطيع غيره، يعني ساعة لله وساعة، ما في واحد يقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك. بعض الناس هيك يشركوا القضية هيك. ساعة قلبك لربك لازم تكون أيضا، يعني أن تعطي قلبك ما يرتاح له فيما أحله الله لك. هذه مثل ما الإمام علي سلام الله عليه ينبغي أن يكون للمؤمن ثلاث ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يرم فيها يرمم معاشه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذتها في غير محرم. بدك تستأنس، تفرفش، تلعب، تلهو، ابحث عن اللهو الحلال واللعب الحلال والشهوة الحلال واللذة الحلال والفرفش الحلال. معلش الله ما يقول لك اخنق حالك، لا، روح القلوب ساعة بعد ساعة. هذه بعض الناس يفهمها هيك، يقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك، كلها ساعات ربك. لما تستأنس هم ساعة ربك، الله بده اياك تستأنس، ولما تعيش شهواتك الحلال هم ساعة لربك هذه، ولما تعبد الله بالصلاة وبالصوم هم ساعة لربك، كلها ساعة لربك. ما عندنا مش قاسمين، الله مرتب لك، نظم لك الحياة كلها، الحلال والحرام، بالشكل الذي تستطيع أن ترتاح وتلبي كل حاجاتك الجسدية وحاجاتك الفكرية. يعني أنا إنما أحب ركز على ذن هذه الأشياء حتى إذا التقيتم بمثل شعبي ناقشوه، ما بتمشوا فيه. هذا مثل واحد إجا للنبي صلى الله عليه وآله وكان موجود عند العرب: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، على العصبية العربية كيف ما كان هيك يفهموه. كان عم يسأل النبي، طبعا هذا مش حديث نبوي، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، مظلوما هذا من الكلمات المأثورة ذاك الوقت عند الناس. النبي ما بده يغير الكلمة لأنه الكلمة أصبحت الناس كلها ماشي عليها، أراد أن يحتفظ بالكلمة ولكنه يغير لهم تصورهم إلها. قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا كيف ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: بأن تمنعه عن الظلم، يعني تنصره على شيطانه وتنصره على نفسه الأمارة بالسوء فتمنعه عن الظلم. رتب، خلى الكلمة على حالها ولكنه رتب لها تفسير لا يسيء إلى القيم الأساسية. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. وهكذا نجد أن بعض الناس، هذا ارتباط الناس بالزعماء، الزعيم يأمر بشيء، هذا عالم الزعامات الأقطاعية والزعامات الاجتماعية، يأمر بشيء وخلص وإن كان على خلاف ما الله سبحانه وتعالى يريد. هذا هم جعلناه شركاء من دون الله. واحد يتخذ دولة، مثلا إنسان مثلا يرتبط بجهاز مخابرات، في ناس يرتبط بأجهزة مخابرات محلية، بأجهزة مخابرات إقليمية، أجهزة مخابرات دولية، يرتبط ويأخذ تعليمات: اقتل فلان، ازرع عبوه هنا، فجر هون، فخخ السيارة، اتجسس على فلان، اعمل لك فتنة بالبلد. هاي شغل المخابرات. أيضا أنت قل لك: والله أنا أصلي أصوم بس بدي أعيش، ولذا شغل هذا الواحد يصير مخابرات، شغل يصير مخابرات حق، معلش، أما مخابرات باطل مش هذا. أنت الآن طعمي ولادك من دماء هؤلاء الناس الذين شاركت في سفك دمائهم، وتريح ولادك ونفسك من خلال الناس الذين شاركت في سجنهم وتشريدهم وما إلى ذلك. أيضا
المخابرات، الجهاز المخابراتي الذي تنتمي إليه وتطيعه وتنفذ كل ما يريد هو شريك من دون الله، لأن الله يقول لك لا تفعل ما تأمرك به أجهزة المخابرات، وأجهزة المخابرات تقول لك افعل. جعلته شريكا لله ستطيعه، الطاعة هي أمر الله، وهكذا. إذن اشترى احنا لكن مستعين، والله نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، صحيح كلمة مش كلمة، المسألة موقف، الإيمان موقف ليس بأمانيكم. ولا مين الله بيخاطب؟ مين يخاطب؟ المسلمين، ويخاطب أهل الكتاب. ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الله بينا يا أخو وأخو. فإحنا بالدنيا ماشيين بعلاقاتنا وأوضاعنا وأحزابنا وزعاماتنا وعلاقاتنا وما إلى ذلك من الأمور. يوم القيامة إحنا باعتبار ليش نرتبط بهؤلاء؟ لأن بعضهم يمثل مركز قوة، بعضهم يمثل مركز مصلحة، بعضهم يمثل مركز لذة وما إلى ذلك. خلاص بالدنيا عشنا وعملنا كل ما هناك ووصلنا لله. شو المسألة؟ الله أول شيء بعيط النار، تعالوا نقدر نقول لا ما في، يوم يقوم الناس لرب العالمين وقفوهم إنهم مسؤولون، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وخشعت الأصوات للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. يعني ما في مزح ذاك الوقت هذا، يعني هلا مثلا انتم بعض الأوقات مؤمنين يصلوا وفي ناس جايين يلغوا، مؤذن عم يحكي والحكي داير، الناس بيصلوا والحكي داير بالمسجد، هونيك ما في حدا بيحكي ابدا، كلها ابدا امام الله ما في، ما حدا، مش مثل المسجد. لا، يوم القيامة لها في حساب ثاني، ما عندك حرية تتكلم. اسمع ماذا يقول الله: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وين هالناس الذين كنتم تعبدونهم من دوني، تطيعونهم من دوني، تخضعون لهم من دوني، قال الذين حق عليهم القول. هؤلاء الشركاء اجوا رؤساء الأحزاب، اجوا الزعامات، اجوا رؤساء المخابرات، اجوا الأزواج والزوجات، كلهم اجتمعوا. يا جماعة ليش انتوا عملتوا؟ والله احنا كنا مش ملاح وهؤلاء مش، شو معنا، شو دخلنا احنا؟ قال الذين حق عليهم القول، مثل ما بنقول بالتعبير الشعبي اللي استحقوها، ما تقول فلان والله استحق المسألة، انحكى قدامه خلاص استحقها، مش قول هيك بتعبير، هالتعبير خلينا نستوحيه من خلال التعبير القرآني. قال الذين حق عليهم القول، ثبت عليهم القول وثبتت عليهم المسؤولية، أنهم الذين أضلوا والذين أغووا، قال الذين حق عليهم القول: ربنا هؤلاء الذين أغوينا، هالناس اللي ورطناهم وأخضعناهم لإرادتنا ولمشيئتنا أغويناهم كما غوينا، يعني احنا خليناهم على صورتنا، احنا كنا منحرفين فأعطيناهم من انحرافنا انحرافنا، واحنا شو دخلنا؟ احنا طبيعتنا هذه، بس ما نتحمل مسؤوليتهم، ليش تبعونهن؟
لماذا اتبعونا وقد أعطيتهم عقلا وأعطيتهم إرادة وأنزلت عليهم وحيا؟ قال الذين حق عليهم القول. حتى تعرف هؤلاء الجماعة اللي كل واحد بدي لك صدره قل لك أنا إذا أنت علقت بدي خلصك، أنت إذا صارت عندك مشكلة سأحل لك مشكلتك، امشي ولا تهاب، وراك ظهر وراك قوة. منقول هيك وتنفخ صدرك، والله أنا عندي ظهر لكن ما أضعف هذا الظهر الذي عندك. لا تصدقوا أحدا يقول لكم إنني أتحمل مسؤوليتكم، خصوص بعضهم يضرب على صدره يقول لك على ذمتي اعمل هالشي وعلى رقبتي. أنا سألت، منيح سألت، مين سألت؟ سأل مسؤوله بالمخابرات، مش سأله فقيه مثلا. يقول لك حلال روح. معقولة أنا أغشك؟ ليش مش معقولة أنك تغشني؟ معقولة؟ ويستغلون سذاجتنا العاطفية. لهذا يا جماعة أنا أقول لنفسي أولا وأقول لكم ثانيا، حذار من عواطفنا، حذار. ترى العاطفة ربما تشيلك وتخليك من نار جهنم. عندما يجيك الإنسان بالعاطفة، سواء كانت عاطفة حسية أو عاطفة مصلحية، يجيك يا فلان أنا أخوك، أنا صديقك، أنا صاحبك، معقول أغشك؟ وأنت تقول لا والله مش معقولة. ليش مش معقولة؟ هابيل وقابيل شو العلاقة بيناتهم؟ شو؟ إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك. كيف الله تقبل منك وما تقبل مني؟ أخوة اثنين من أم وأب، كيف؟ إنما يتقبل الله من المتقين. قال إنما يتقبل، أنا شو دخلي بالموضوع؟ الله قبلني وما قبلك. قالوا لا أقتلنك. إذن مش معناها قل لك أنا خيك، أنا صديقك، أنا صاحبك. مثلا الزوجة تقول لزوجها أنا زوجتك، معقولة بغشك؟ ليش؟ أنا ابنك، أنا أبوك. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ليش فاحذروهم؟ احذروهم لأن العاطفة ربما تسرقك، تأخذك العاطفة. لهذا مسألة واحد يخضع لعاطفته صعبة. وهذا غالبا الناس تغوي بعضها منين؟ بالعاطفة، بالكلام المعسول، بالكلام اللطيف، بالكلام الناعم. هذا السم في العسل. الحية جلدها في أنعم من جلد الحية، جلد ناعم ولطيف وجميل. هلأ احنا لما نقتل الحية بنجيب جلدها وبنخليه لوحة فنية مبدعة، لكن شو لوحة؟ تغرس السم في جسدك وتقتلك. هذا الموضوع. العاطفة لازم نحمي عاطفتنا، نحرسها، نعقلها، نحصنها. هلأ أنتوا عم الآن إحنا ما بنخلي أبواب حديد على بيوتنا حتى بأيام بيروت الكبرى، بعدها أبواب الحديد ما شالتها الناس. ليش؟ خاف أنه حدا يسرقك. خلي أبواب حديدية على قلبك، لأنه سرقة القلوب سهلة جدا. وإذا واحد سرق قلبك سرق حياتك، سرق موقفك، سرق مستقبلك. لهذا كونوا بخلاء في إعطاء قلوبكم لأحد. افتح قلبك للناس لكن أعطي بحساب وخذ بحساب. هلا جزدانك تفتحه هيك كيف مكان او لا؟ تعطي بحساب وتخلي الحساب. كذلك قلبك، اصرف منه بحساب وخلي بحساب. حتى هذا الله سبحانه، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. لا، مثل ما الامام الصادق يقال انك يعني لا انه واحد هيك بيعمل ايده ما بينزل منه، خليت ماي انت بايدك ما بينزل ولا نقطه، عمل ايدك هيك
ما بيبقى نقطة. لكن اعمل ايدك هيك يبقى شوية كم نقطة وينزل كم نقطة. هذه مثل ما المصاري، مثل ما العواطف، مثل المواقف، هكذا. فكروا لي فيها، خصوص أنا بقول لأبنائنا من الشباب اللي بعدهم طيبين طاهرين، ما مجربين الحياة، ما مر عليهم الحياة، بناءهم الكلمة اللي بتجي تملكهم. لا يا جماعة، خصوصا الشباب من المراهقين والمراهقات، أحذرهم من بعضهم البعض، لأنه مسألة ربما تجعل الإنسان يعيش في هلكة من حيث لا يعلم. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. إحنا ما نتحمل مسؤولية، إحنا نتبرأ منهم، ما قلناهم هذا، إحنا شو دخلنا، إحنا ما اعتبرنا أنفسنا آلهة على طريقة الشيطان. الشيطان شو قال له؟ كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. تبين صار الشيطان تقي، قدامي صار تقي أنا، ورطني، ولما نجت أطالبه قال لا أنا بخاف الله، كيف هيك، ما ممكن أعمل هالشيء هذا. فإذا أنت شيطان تمشي وراه وبعدين يعمل عليك تقي خاف الله، وانت جنابك ما بتخاف الله، كيف صرت يعني شيطان اكثر، يعني يقول لك انت شيطان اكثر مني، انا بخاف الله وانت ما بتخاف الله، هيك معنى. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، تعالوا خلصونا، اسمحوا لنا في بطاقة كرت حتى نعطيه لمالك هذا النار، ما عاملين انتم علاقات معه، ما في فائدة. فدعوهم، عارفين المسألة، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. يا ليت كانوا يهتدون من الأول من خلال تفكيرهم ومن خلال عقلهم. ويوم يناديهم، هذا كم نداء، فيقول ماذا أجبتم المرسلين، أنا أرسلتكم رسل ومع هذه الرسل تعليمات موجهة من قبلي إليكم، ماذا أجبتموهم؟ قل فعميت عليهم الأنباء يومئذ، يعني شو؟ كل شيء، فهم لا يتساءلون، يعني لا يسأل بعضهم بعضا. لكن الله بيقول أفو، يتذكروا ما يتذكروا مش المشكلة، المشكلة شو؟ النتائج. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. شوفوا القصة دي الصعبة، تاب وآمن وعمل صالحا وبها عسى، يعني يمكن هذا يكون من الناجحين من المفلحين، لأنه أيضا العمل إلى حساباته، الإيمان إلى حساباته، التوبة إلى حساباتها أيضا. فيمكن تعمل صالح لكن مغشوش شوية هالعمل، التوب لكن توبة غير نصوح، تؤمن لكن إيمان ممزوج بالشرك. ولذا فأما من تاب، يعني بدك تظل خائف حتى وأنت إنسان طيب، لأنه يعني يمكن تكون في أشياء هيك داخل نفسك داخل قلبك بشكل معين. هذه فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. الله حدثنا عن المؤمنين وقلوبهم وجلة، خائفين مؤمنين وقلوبهم وجلة أنهم إليه راجعون، إلى ربهم راجعون، خائف لأنه مش عارف حاله. قال لك صحيح أنا كنت أصلي وكنت أصوم وكنت أحج وماشي وأجاهد، لكن ما أدري يمكن فيها خرابيط القضية بالداخل ما بعرفها أنا. وربك يخلق ما يشاء ويختار، يعني أيها العبد افهم موقف مقام ربك. أنا حر، بعضك تقول أنا حر بعمل اللي بدي إياه، لا، الله وحده
هو اللي يعمل بده. وربك يخلق ما يشاء، يخلق يعطي بعض الناس أناسا، يعطي بعض الناس ذكورا، ما يعطي بعض الناس، يعطي واحد قد يكون ولد صحيح الجسد، قد يكون ولد سقيم الجسد. الله هو أعلم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. أنت عبد بدك تقبل، وإذا ما تقبل كيف الله خلقني وجهك بشكل معين، كيف الله خلقني قصير، كيف طويل، كيف ما أدري كذا، شو دخلك أنت؟ أنت عبد مملوك، صنعة ربك. هل إذا نطق التمثال هذا التماثيل تعمله، فهل يستطيع أن يعترض على من صنعه؟ فكيف إذا كان المثال هو الله؟ فإنسان العبد يفهم موقعه من ربه، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الأمر كله، وأنت لا تملك من الله شيئاً إلا ما ملكك الله إياه. وكما أن الله يخلق ما يشاء ويختار، وليس لك اختيار أمر نفسك وحياتك فيما قضاه الله لك وقدره الله عليك، كذلك أيضاً ليس لك الخيرة في عملك، بدك تطاوع الله. فلا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما إلك اختيار بوجودك أمام الله، وما إلك اختيار بعملك أمام الله. أنا حر؟ لا، أنت عبد. أنت حر أمام الناس، أمام الله أنت عبد، ما في حر. أنا حر صلي أو مصوم أو ما صلي، حر أصوم وما أصوم، حر أكل هالأكلة أو ما أكل هالأكلة، مش حر أبدا. أنت عبد، عليك أن تطيع ربك، ما لك حرية. أمام الناس لا، قول أنا حر، لأن الله لم يجعل لأحد سلطة عليك. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. عظم الله في كل مواقع عظمته، وتعالى عن كل ما ينسبه إليه عباده من الشركاء، لأنه هو أسمى وأعلى من كل شيء. ثم وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. أيضا السر والعلن عنده سواء، السر والعلانية في علاقاتكم مع بعضكم، ولكن عند الله ما في سر وعلانية، بل يتساوى عنده، يعلم السر وأخفى، ما في. هاي كنت عيشها، بحيث أنت وعم تفكر، أنت وعم تخطط، أنت وعم تتحسس الأمور، الله عم يلاحق لك طريق تفكيرك، الله يلاحقك في مشاعرك، في أحاسيسك. أنت مكشوف لربك، وفي يوم القيامة تتمزق. الله يستر عليك بالدنيا صح، لكن يوم القيامة يوم تبلى السرائر تتمزق، مثل الثوب، كيف الثوب البالي يتمزق، أيضا السرائر أيضا تبلى تتمزق السرائر، ما في سرائر بعد. وهو الله لا إله إلا هو، هو الحقيقة التي تفرض نفسها على العقل والقلب والإحساس والكون كله، لأن الكون كله ناطق بوجود الله، كما يقول، كما ينسب إلى الإمام عليه السلام: ما رأيت الله إلا، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله خلفه. ما بقدر أتصور شيء وما بتصور الله معه، ممكن، لأن الله هو عمق الوجود لكل الأشياء. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة،
لأنه هو الذي أعطى كل شيء ما يحمد به، فصفات الحمد له، وكل حمد فهو مستمد من حمده، وله الحكم لأنه الذي يملك الأمر كله، ومن يملك الأمر يملك الحكم، وإليه ترجعون وتحاسبون على كل أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم الله سبحانه وتعالى يقول يا جماعة خليكم فكروا لي بطريقة معينة. أنتم الآن بالليل ماذا تفكرون الآن؟ تفكرون أن الليل مهما امتد، لا سيما ليالي الشتاء، فستشرق الشمس وينطلق كل منكم إلى عمله. ما رأيكم لو أن الله أراد أن يجعل الليل عليكم أبدياً، فلا يسمح للشمس أن تشرق، روحوا للشرق والغرب، خلي ينعقد مجلس الأمن ويقرر أن ترجع الشمس إلى مكانها، هيئة الأمم، الجمعية العامة للأمم المتحدة، كل المجالات، كل المواقع الإقليمية، منظمة المؤتمر الإسلامي، عدم الانحياز، الأفريقية، إلى آخر ما هناك بما فيها الجامعة العربية والمجلس النيابي اللبناني، قرر أننا لا نسمح بغياب الشمس، يجب أن ترجع. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. فكر، هذا يقال بالنسبة إلى إبراهيم، لما قال القرآن يحدثنا عن إبراهيم لما وقف أمام جبار عصره، يقولون يسمون نمرود، قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال ليش يحيي ويميت؟ كيف يعني يجوب واحد محكوم بالإعدام يقدر على أن يعفي عنه أحيا؟ يعني بده يلعب على الناس وايضا يعدم ميته، فهو اذا مثل الله. فشاف ان ابراهيم هذه مساله يقدر يلعب فيها على الناس، هذا جابها، قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ما يقدر يلعب على الناس بهالطريقه، لا، الله يطرح القضيه بغيرها. ايها الناس الذين تستغرقون في عظمه اشخاص فتعصون الله وتطيعونه، تطيعونهم وتتمردون على الله وتخضعون لهم، لو أن الله سبحانه وتعالى جعل عليكم الليل سرمدا اذهبوا إلى هؤلاء الآلهة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. والإنسان لازم يسمع مليح، السمع الذي يكون طريق للقلب وللعقل. قل، قلب المسألة، أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، اشتغلت من الصبح إلى العصر 8 ساعات 10 ساعات، تقول يلا إمتى تغرب الشمس حتى أروح أنام وأرتاح وأستأنس وهذا، وإذا فجأة وين شمس ماشية ماشية، ما في ليل كلية، انعقدت المؤتمرات وكل شيء، في حدا بيقدر يرجعها؟ ما في. هلا عم تصير عندنا الآن الاتحاد السوفياتي الذي كان ينكر وجود الله، وكانت الماركسية والدنيا والعالم كله بده هذا، وشو قصة الله وخرافة والدين افيون الشعوب، يجي وقت وإذا ما تمطر الدنيا، ما تنبت الأرض، وإذا هو في مجاعة، في مجاعة، خلي يجيبوا كل النظريات الموجودة هذه في بعض القضايا، مش موضوع عمل، موضوع وضع كوني، يعني هناك كل القضايا اللي تخضع للجانب العملي يقدر يطورها يغير الأنظمة، لكن الأشياء اللي تخضع
للظواهر الكونية كيف نقدر نغيرها احنا؟ وقضية احنا الآن عندما ننطلق مع هذا الكون فنرى أن الله قد نظمه ولم يستطع كل الناس منذ أن خلق الله الناس إلى الآن ومن الآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما حدا قدر يغير سنتيمتر واحد من كل هذا الكون الموجود فيه. يزيح الشمس سنتيمتر واحد، القمر ما، لأنه قضايا مركزة على أساس إرادة الله، ما حد يقدر يتدخل. هالاختراعات اكتشاف، هاي شو الاختراعات؟ اكتشاف لخلق الله، اكتشفنا أسرار خلق الله وعرفنا كنا ما كنا عارفين، أو أننا اهتدينا بالقوانين اللي الله أودعها في الكون وعملنا مثلها. مو معناها أنه عملنا قوانين جديدة للكون، لا، ما عملنا. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه وترتاحون وتتخففون من أثقال النهار أفلا تبصرون. مش شايفين حركة الليل والنهار؟ ثم جمعها الله، ومن رحمته عندما يأتيكم النهار ثم ينتهي ويأتي الليل، جعل الله النهار معاشا وجعل الليل لباسا وجعل النوم سباتا. هالتقسيم الذي يتناسب مع طبيعة حياتكم، ولولاه لما استمرت بكم الحياة. عندما يأتيك النهار فكر في سر علاقتك بالنهار في امتداد حياتك، وعندما يأتيك الليل فكر في سر علاقة الليل بحياتك وبامتداد حياتك، حتى تعرف كيف أن الله رحمك بهذا. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، هاي بالنسبة لليل، ولتبتغوا من فضله بالنهار ولعلكم تشكرون. أن تشكروا الله بطاعتكم لله، أن تشكروا الله بالسير في طريق الله. الشكر العملي الذي يعبر عنه الشكر القولي. ويوم يناديهم، يظل يلاحقهم. الله يعطينا هذه النداء حتى بالدنيا نلتفت. ويوم يناديهم أي فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وفي شيء ترى في شهود بيوم القيامة، ونزعنا من كل أمة شهيدا، جبنا شهداء هؤلاء الذين يشرفون على الأمة ويتولوا قيادتها وينفتحوا عليها. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم. لقد أنكرتم الله وأنكرتم توحيده وكذبتم رسله وقلتم إن هذا إلا أساطير الأولين، وها أنتم تقفون أمام الحقيقة. ما هو دليلكم على ما كنتم فيه؟ أقيموا الدليل. هل كنتم تتحركون من خلال قناعات ترتكز على دليل وبرهان، أو كنتم تنطلقون من أهوائكم؟ ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم. وفكروا، الحقيقة أمامهم، كل ما كان عندهم أباطيل، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم، ذهب عنهم وضاع عنهم ما كانوا يفترون. وهكذا لابد لنا أن نعيش الحقيقة، والله هو كل الحقيقة، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون، والحمد لله رب العالمين.